الاسكتلتيين والمصريين. كما تعلمون ان حوادث السير في المغرب تخلف عدد من القتلى غير يسير، حيث تسجلت في سنة 2015 ما يقارب 4000 قتيل، وتكلف ميزانية الدولة بالخسائر التي تقدر بالملايير وتحصد أرواح تخلف العديد من الجرحى والمعروفين. ويعزى ذلك إلى العنصر البشري، حيث أن 90% من حوادث السير سببها عامل بشري، في حين أن 10% تختصم ما بين البنية التحتية والحالة الميكانيكية للمركبات. لذا تم التفكير في وضع استراتيجية من أجل التقليل من حوادث السير. هذه الاستراتيجية العشرية ديال 2017-2026 وبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية لفترة 2017-2021 على الصعيد الوطني بإشراك جميع المتدخلين. فتم وضع رؤية وأهداف لهذه الاستراتيجية، فهذه الرؤية تنبني على إحصاء سلوك طرقي مواطن وإحصاء منظومة طرقية آمنة. ومن بين أهداف المتوخات تحقيق أقل من 2800 قتيل في أفق 2021 وأقل من 1900 قتيل في أفق 2026، أي بتخفيض عدد القتلى بنسبة 50% خلال 10 سنوات. ولتحقيق هذه الأهداف من هذه الاستراتيجية يجب تركيز جميع تدخلات جميع الشركاء في السلامة الطرقية حول المهانات الحقيقة لهذه الاستراتيجية، حيث يمكن الحصول على أحسن النتائج في السلامة الطرقية. وهذه المهانات تم تحديدها اعتمادا على معيارين: المعيار الأول يتعلق بإنقاذ أكبر عدد من الضحايا، الثاني ربح أكبر عدد من المكاسب في السلامة الطرقية. وموضوع تدخل مداخلتنا في هذا اليوم الدراسي هو أين يتجلى دور المديرية الإقليمية للجيش والنقل في مجال السلامة الطرقية على مستوى إقليم مزيلات. أولا فيما يخص مشاريع الصيانة الطرقية، أي مشاريع منجزة أو في طور إنجاز ما بين سنة 2020 و2021، هناك العديد من الطرق تم صيانتها. مثلا الطريق الوطني رقم 306، الطريق الجهوي رقم 307، الرابطة ما بين الطريق الوطنية وفي الجمعة، طبيعة تدخل منها أشغال التوسيع والتقوية، طول 30 كيلومتر تكلفة بجوج ملايين ديال الدرهم، فترة الإنجاز 2021 تقدر 20%. بالنسبة للطريق الجهوي رقم 7 ما بين دمنات وتزيين الفترات، توسيع وتقوية. بالنسبة للطريق الجهوي رقم 307 دمنات وتزيين الفترات، توسيع وتقوية. بالنسبة للطريق الجهوي رقم 304 الرابط بين الأصيلة وبين الميدان، التوسيع والتقوية. على طول 24 كيلومتر، تكلفة 51 مليون ديال الدرهم، تقدم أشغال بنسبة 35%. بالنسبة للبرنامج ديال تخليص التفاوت الترابية والاجتماعية بالوسط القروي، بالنسبة للطريق الجهوي رقم 306 الرابط بين الميدان وتيلس، التوسيع والتقوية على طول 17.5 كيلومتر، تكلفة 23 مليون ديال الدرهم، نسبة الأشغال 100%. الطريق الجهوي رقم 302 الرابط بين زاوية الأحمصار وتيكويت، على طول 18.4 كيلومتر، تكلفة 28 مليون ديال الدرهم، إنجاز 100%. الطريق الجهوي رقم 302 الرابط بين زاوية الأحمصار وتيكويت، على طول 9 كيلومتر، تكلفة 13 مليون ديال الدرهم، نسبة إنجاز 100%. الطريق الجهوية 306 الرابط بين زاوية الأحمصار التقوية والتوسيع، على طول 9 كيلومتر، تكلفة 16 مليون ديال الدرهم، نسبة تقدم الأشغال 95%. الطريق الجهوي رقم 306 الرابط بين زاويتين الأحمصار التقوية والتوسيع، على طول 15.5 كيلومتر، تكلفة 25 مليون درهم، نسبة تقدم الأشغال 25%. بالنسبة للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، الطريق الطرق غير مصنفة الرابط بين تداوز وأصيلان، بناء قريعة الطريق الشطر الثاني، على طول 16.62 كيلومتر، تكلفة 8 مليون درهم، فقط إنجاز 2020، تقدم أشراز نسبة تقدم إنجاز 100%. بالنسبة للطريق الجهوية 307 هو الرابطة بين الطريق 307 وحرزم، بناء قريعة الطريق على
11 الرابطه ما بين الاربعاء المقبلي وتيفر دريس حمزه بناء قنطره بتكلفه 7 ملايين درهم فتره انجاز 2020 تقدم الانجاز هو 100%. بالنسبه للتشويه الافقي الافقي والعمودي 10 تشويه الافقي والعمودي ونسقات لقاحيه على الطريق الجهوي رقم 307 الرابطه ما بين ابن فري في اتجاه سكوره والطريق الاقليميه رقم 3108 بإقليم زيدان بين دمنات في اتجاه سد مولاي يوسف. سنة الإنجاز فهي في طور الإنجاز. عشرة تشويق الأفق والعمود والنسقات الوقائية على الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة ما بين ميدان وويزرت بإقليم زيدان. عشرة تشويق أفقي على الطريق الوطني رقم 8 إلى الرابطة ما بين القلعة وابن بنان. سنة الإنجاز ما بين 2021 و2022. تدخل المديرية الإقليمية في مجال تحسين مؤشرات السلامة الطرقية أيضا في مجال تجديد وتكسير حظيرة مركبات النقل الطرقي حيث اتخذت وزارة التجهيز والنقل برنامج لتجديد وتكسير الحظيرة يهدف إلى تجديد حظيرة النقل الطرقي حيث أطلقت هذه الوزارة برنامج لتجديد حظيرة النقل الطرقي ما بين 2018 و2023 حيث استفادت 48 مركبة لنقل بضائع الحساب الغيبي رسم سنة 2019 على مستوى حكم المزيد. أيضا تدخل وزارة المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك أيضا على مستوى تحرير محرم الطريق العمومية وتحضير محاضر في حق المخالفين وإحالتها على النيابة العامة المختصة من طرف عناصر شرطة الملك العمومي التابعة لهذه المديرية. وايضا تدخل المديريه الاقليميه للتجهيز والنقل واللوجستيك في مجال تكوين السائقين المهنيين حيث اعتمدت الوزاره برنامج لتكوين السائقين المهنيين من اجل الرقي لهذه السائقين الى مستوى المهنيه وتكوينهم في مجال السلامه الطرقيه. وشكرا.